السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بنشرح طريقة رسم الحوائط أو الجدران المائلة في برنامج الرفت المعماري، وبنشرح طريقة الرسم بالأصدارات القديمة والجديدة من البرنامج. رسم الحوائط كان من المسائل المتعبة والشاقة على مستخدمين الرفت، لأنه لو في جدار واحد مائل في المشروع بتضطر أنك تتعامل مع الماس. لكن في الأصدارات الجديدة، وأعني بالأصدارات الجديدة 2021 و22، صار الموضوع أسهل بكثير، وممكن نغير ميلان أي جدار من البروبرتيز بضغطة زر. خلونا ننتقل للرفت ونشوف التطبيق العملي عشان يكون كل شيء سهل وواضح أمامنا. في الأصدارات الأولى من رفت، لو نبغى نرسم أي حائط مائل لازم نرسم ماس زي ما قلنا في المقدمة. فكانت الطريقة كالتالي: نروح الماسينج انسايت من هذا التاب، وبعدها نختار من الكونسبتوال ماس إن بليس ماس، إما أن نقبل هذا الاسم الديفولت نيم أو نسميه أي اسم نبغاه ونضغط على أوكي. بعدها نختار واحدة من أدوات الرسم، مثلا هذا المستطيل، ونرسم بالدايمنشن اللي نحتاجها، نحدد عليها من هنا ونختار كرييت فورم ونختار أنه سوليد. وبعدها نروح للثري دي بحيث أنه نتحكم بالميلان، ونختار مثلا على هذا اللاين نسحبه على قدام أو وراء بالشكل اللي نبغاه، ومثلا من هنا بهذا الشكل نرجعها على وراء، نقدمها على قدام، مثلا نختار هذا الفيس نرجعه على وراء. يعني نقدر نتحكم بالماس ونغير بشكل الماس بالطريقة اللي احنا نبغاها. لما نخلص من رسم الماس نضغط على علامة الصح من الـ In Place Editor، من هنا نضغط على Finish Mask. كذا خلصنا رسم الماس، لكن لسه ما حطينا الوول. علشان نحط الوول في طريقتين وكلهم سهلين: اما من الماسينج انسايت من نفس التاب نختار من الموديل باي فيس وول، ونحط طبعا نختار نوع الوول ونحدد من هنا الاختيارات اللي نبغاها، وبس نجي ونضغط على الفيس للماس. او الطريقه الثانيه نضغط على اسكيب، نروح من الاركيتكتشر ومن الوول نضغط على هذا السهم الصغير وننزل الوول باي فيس، ونفس الشيء نحدد نوع الوول اللي نبغاه ونحدد كل الاختيارات اللي نبغاها ونجي ونضغط على هذا الوول. بهذه الطريقة في مشكلتين: الأولى أنه إحنا لو نبغى نغير في ميلان أي جدار بنضطر نسوي إدت للماس وبعدها نسوي أبديت للفيس. خلونا بس نغير الجرافيك ديسبلاي أوبشن شيدد، يعني نضغط إما عشان نغير على الميلان نحدد على الماس، إما نضغط دبل كليك من هنا أو نختار إدت إن بليس، كلها بتدخلنا على الماس إديتر. نحدد على مثلا هذا اللاين، نرجعه على وراء زيادة، أو نجيبه على قدام نغير بالشكل اللي إحنا نبغاه، نضغط على فينش، وبعدها لازم نروح نحدد على الوول ونختار update to face. فطبعا هذا الشيء بياخذ منا وقت وجهد، إنه كل ما غيرنا شيء لازم نغير على الماس وبعدها نرجع نغير على الوول. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية إنه لما نروح level 1 نبغى نضيف أي وول basic وول عادي، شوف كيف بيصير شكله. من الأركيتكتشر نختار على وول basic وول عادي، ونجي نرسم هنا مثلا كانتيريور وول داخل المبنى. لو رحنا شفنا كيف شكله في 3D بيكون بهذا الشكل. لازم نسوي له edit للبروفايل، نحدد على الوول وبعدها نضغط اما دبل كليك ايضا او نختار edit profile. نروح لهنا الوحدة من هذه الفيسز، نختار مثلا الرايت او اننا نروح على طول الوحدة من الاليفيشن بحيث اننا نكون دقيقين اكثر. وطبعا هذه الطريقة برضو من عيوبها انها ما تكون دقيقة. نغير من هنا الجرافيك ديسبلاي الواير فريم، نختار البيك لاين ونرسم بالشكل اللي نبغاه، نستخدم الترم تي ار على الكيبورد او نختارها من الموديفاي ونسوي ترم لهذا الشكل، وبعدها نحذف اللاينز الزيادة ديليت ونضغط على علامة الصح. فكذا صار شكل الوول لو رحنا شفنا شكله في 3D. اوكي عدلناه، بس طبعا نحتاج دقة عالية بحيث انه ما يكون عندنا اي ايرورز في جداول الكميات او حتى شكله كـ3D. وايضا لو رحنا للبلان لو ليفل 1 بيكون ما هو داخل فيه، ونحتاج نعدل على الجوينت ونحتاج نعدل على الجرافيكس. فهذه مشاكل الطريقة القديمة في رفت. خلونا نشوف الان كيف صار سهل جدا انه نرسم اي حائط مائل. نحدد على هذا كلها ونسوي لها ديليت. نرسم اي حائط مائل، اما نروح للبلان او نرسم في 3D، بس لهذا المثال نختار اي وول بيسك وول عادي ونرسم مثلا بهذا الشكل. بعدها علشان نميله كل اللي علينا نسويه نحدد على الوول، بعدها نروح من البروبرتيز من الكونسترينت ننزل على تحت للكروس سكشن، من الفيرتيكال نغيره يكون سلانتد، ونحدد الزاوية اللي نبغاها. لو كان بالموجب بيكون باتجاه، لو نبغى نغير الاتجاه نحطه في السالب. يعني ممكن نجي نحط على 20 فيميل، فبيميل بهذا الاتجاه للأمام. لو نبغى يميل للخلف بس انه نحط علامة السالب او الماينس
قدام الرقم فبيميل على هذا الاتجاه. طيب لو حبينا نضيف دور ويندو هل بيكون هذه مشكلة؟ طبعا لا، صارت جدا سهلة. نروح نضيف دور، مثلا نحط هنا واحد وهنا واحد. بتحس انه صارت المشكلة يعني كبيرة ويبغى لها حل، بس جدا بسيط الحل، نحدد عليها بالكنترول وبعدها نروح من الاورينتيشن نختارها تكون سلانتد. وايضا الشيء الحلو بهذه الطريقة انه لو جينا وخلينا الوول مثلا غيرنا خليناها مثلا 15، بيكون خلاص ارتبطت الدور بهذا الوول وما راح تسبب لي مشاكل ثانية. نخليها مثلا ماينس 25، خلاص ارتبطت فيها ما عندي اي مشكلة. وايضا لما نضيف ويندو نفس الطريقة، نضيف مثلا ويندوز، نختار نوع الويندو اللي نبغاها، نضيف مثلا هنا 1 2 3، نحدد عليهم، نحدد بالماوس رايت كليك ونختار سيلكت اول انتاير بروجكت، وبعدها نفس الشيء من الاورينتيشن نغيرها من هنا. ونفس الشيء الان لو جينا غيرنا الوول حتى لو رجعناه انه يكون فيرتيكال وول عادي بتكون عادي خلاص مرتبطه فيه، ولو غيرناها لسلانتد وغيرنا مثلا الزاويه مثلا 15 بتكون خلاص ارتبطت فيها وما نحتاج نعيد الخطوات من البداية. فصار جدا سهل ان نرسم حائط مائل افربت. خلونا نشوف الاشكال الثانية غير الوول المستقيم مثلا او الفيرتيكال، خلنا نسوي ديليت، نروح مثلا ليفل 1 نرسم بعض الاشكال، نروح للوول نختار مثلا شكل المستطيل، نرسم شكل بهذا الشكل، ممكن الدائرة نرسمها هنا او الاليبس مثلا بهذا الشكل. نروح لل3D علشان نعدل عليهم، يكون نشوف احنا ايش بنسوي، نحدد عليها بالتاب عشان نحددها كلها، وبعدها هنا نغير وممكن نخليها بالبلس او الماينس زي ما نبغى، تكون هنا البرة لو نبغاها لجوا بس نحط الماينس، فبتكون بهذا الشكل المستطيل. وطبعا نقدر نضيف دورز ويندوز بنفس الشكل، نغيرها من فيرتيكال لسلانتد، نغيرها من هنا مثلا 15، وهنا نحدد هذا الشكل بالتاب، وبعدها نغيره من هنا نخليه ماينس 20 أو بالبلس عشان نشوف الشكل يكون داخل على جوا. لو نبغى نضيف دورز ويندوز بنفس الشكل نضيف، وبعدها نحدد عليها مثلا نضيف نختارها سيلكت أول، وبعدها نخليها من هنا سلانتد. ونفس الشيء الويندوز، لو نبغى نضيف ويندوز لهذا الشكل نحدد عليها بالرايت كليك، نختار بس واحدة من الويندو، نحدد عليها ونختار سيلكت اول، وبعدها نفس الشيء نغير من هنا. فصار رسم الحوائط المائلة جدا سهل في ريفت بأي شكل احنا نبغاه. وبكذا نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، أتمنى يكون سهل واضح وبسيط، لكن لو صعب عليك أي نقطة اترك لي سؤالك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو أشعرني بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لو تحب تكون جزء من أصدقاء القناة، ولو تحب يوصلك إشعار من يوتيوب لما ينزل محتوى جديد فعل الجرس وبيوصلك إشعار مع الإشعارات الأخرى، ولو عندك أي سؤال اقتراح أو استفسار لا تتردد بتركه في التعليقات، ولو بتسمعني لهذه اللحظة أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق. في أمان الله.